في الذكرى الثامنه تساءل جميع اليمنيين ماذا حققت ثوره فبراير هل هي المسؤوله عن ما الت اليه الاوضاع اليوم من انقلاب وحرب واين موقع الثوار والاحزاب التي ساندت الثوره مما يحصل في البلد حاليا اهلا بكم تمر الذكرى الثامنة لثورة الشباب السلمية واليمن يعيش ظروفا مأساوية على جميع المستويات لم يترك لفبراير سبيلها لتتحول إلى مرحلة الدولة إذ انبرى أطراف الثورة المضادة لزرع خناجرهم في جسد الثورة كان انقلاب الحوثيين أولى تلك الخطوات التي ارتدت على أهداف الثورة ثم جاء التحالف بشرعنة من الرئيس هادي وغرس خنجره هو الآخر في جسد الثورة والجمهورية. بالنظر لما تمثله أبو ظبي والرياض من رأس حربة في محاربة مشاريع الديمقراطية والتغيير. يختلف أعداء الثورة، لكنهم يتحدون في عدائهم لحق الشعب في حكم نفسه بنفسه. لكن السؤال أين موقع فبراير من هذا كله؟ المساء اليمني يناقش هذه التساؤلات في الحلقة الأخيرة من ملف قصة الثورة. الذي فتحناه بمناسبة الذكرى الثامنة ذكرى موعد اليمنيين مع الكرامة والحرية أول خطوة نحو استعادة سعادة اليمن الآفلة منذ عقود قبل ثمان سنوات من الآن خرج الشباب اليمني لينتزع حريته ويستعيد مجد وطنه وكرامته من نظام انسدت خلال حكمه آفاق السياسة وتم خصخصة الاقتصاد وبدت مؤشراته الى الانهيار، نظام تحول بمشكلاته الى فقاسه للمشاريع الصغيره السلاليه والمناطقيه والازمات. من الارياف والعزل والحواضر خرج الناس بشعار الشعب يريد اسقاط النظام وبناء يمن جديد. نقلت السلطه وسقط الديكتاتور وشرع اليمنيون في بناء اليمن الجديد وثيقه اجماع وطنيه ومسوده للدستور تحقيقا لتطلعات الشعب. لكن ذلك لم يرق لقوى الشر مشاريع داخليه فقدت مصاريحها بالاجماع الوطني وقوى اقليميه معاديه للثوره مضى اليمنيون نحو اليمن المنشود ومع كل خطوه كانت قوى الشر تتقارب اكثر وتتحد سهامها ليقع اليمن في شرك الثوره المضاده انقلاب على السلطه فجر حربا هوت باليمنيين الى حفر الازمات المختلفه انقلب الحوثيون على السلطه بعد أن ضاق بهم عبء السلمية الذي تستروا به في الساحات وتسللوا به إلى صنعاء مستغلين حقد صالح الذي مكنهم من مؤسسات الدولة. أمام مرأى الإقليم والجوار زحفت جحافلهم من صنعاء إلى عدن ولم يحرك الجوار ساكنا فلا هم كان له غير إزاحة مشروع الثورة مهما كان البديل. وما كان له اي الجوار ان يتدخل في اليمن الا بعد شعوره ان عمقه بات مستهدفا ومحاصرا من ايران وهو ما حصل بفعل الصواريخ البالستيه التي تساقطت لاحقا على الرياض. تدخل التحالف بعد تشكيل نواه المقاومه الشعبيه الاولى في مطارح مارب سبتمبر 2014 التي سبق وان عرفت بمطارح الثوره في 2011. ومن مقاومة مأرب وعدن ومختلف مناطق اليمن تشكل الجيش الوطني. جيش وتحالف وميليشيا، حرب وأزمات. والسؤال هنا أين شباب الثورة من كل هذا بعد انفراط عقد السلمية؟ بين خنادق مواجهة الميليشيا وخلف قضبانها وفي ميادين الإغاثة وفي المنافي وبعض من أرواحهم تحت التراب افتدوا بها الوطن ومن بقي فوق التراب لا يزال يناضل من أجل التحرير والسيادة. ماذا بعد والى اين يمضي اليمن بين حسابات وفوبيا التحالف من الربيع وضعف الشرعيه وضغوطات المجتمع الدولي علقت القضيه اليمنيه وتعطل قرار التحرير والشعب غارق في معاناته جوع وفقر وامراض وانهيار اقتصادي ركام يحاول البعض ربطه بفبراير ووصمها بالفشل ولوم الثوار متناسيا انها تركه عقود حكم صالح اظهرها الانقلاب بعد ان حاولت الثوره تجاوزها. نجحت في نقل السلطه واسقاط النظام فيما عرقل الانقلاب الخطوه الاخيره للانتقال الى اليمن الاتحادي الجديد. اذا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه سيكون معنا العقيد عنتر الذيفاني عبر الاقمار الاصطناعي مأرب وهو الضابط في الجيش الوطني ومستشار قائد المنطقه العسكريه السادسه مساء الخير سياده العقيد. مساء النور اهلا بك معنا في هذه الحلقه وفبراير مجيد عليك وعلى كل الوطنيين الاحرار ونحن نحيي الذكرى الثامنه للثوره سياده العقيد ونستعرض بعض المسارات والمراجعات هناك تساؤل دائما ما يحضر وهو اين فبراير في مرحله عنوانها اسقاط الانقلاب واستعاده الدوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نبارك لشعبنا وبكل فئاته وبحلول الذكرى الثامنه لثوره فبراير ونترحم على شهدائها الابرار الذين استشهدوا في الساحات في ساحات النضال السلمي والثوره السلميه وفي ساحات الشرف وميادين البطوله اليوم على قمم الجبال وسهول والاوديه في كل بقاع اليمن ونتمنى الشفاء للجرحى وأن الأخوة المعتقلين يمن الله عليهم بالفرج الثورة السلمية الشعبية التي انطلقت في فبراير عام 2011 هذه الثورة المباركة ثورة القيم والأخلاق الثورة النظيفة الطاهرة التي لم تهدم بيتا ولم تحرق آه مؤسسة ولم تفجر آه مسجدا ولم تقتل شخصا انطلقت من أجل أن تحقق أحلام الشعب اليمني وأن تستكمل أهداف الثورة المباركة في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وثورة الرابع عشر من أكتوبر بعد أن انقلب على من يحكم اليمن 33 عاما انقلبوا على المشروع الوطني وحولوه إلى مشروع عائلي وبعد أن وصل الشعب وكل أحزابه السياسية إلى مرحلة انسداد سياسي لم يعد هناك مجالا للحوار مع النظام الحاكم ما قبل 2011 حين اتجه الناس إلى الساحات من أجل أن يستعيدوا دولتهم التي اختطفت من قبل عصابات العصابات التي سيطرت على الحكم 33 عاما واستغلت امكانيات الدوله وصادرت حقوق الشعب وهدرت الاقتصاد انطلق الشعب الى الساحات من اجل اسقاط هذا النظام وقيام دوله المساواه والمواطنه المتساويه ودوله العدل والشورى والديمقراطيه نعم اذا سياده العقيد يعني حدث انقلاب في البلد انقلاب على فبراير انقلاب على الحوار الوطني انقلاب على الجمهوريه كيف برايك واجهت ثوره فبراير وثوار فبراير هذا الانقلاب الذي ربما اعاد الوضع الى ما قبل الجمهوريه نعم ثورة فبراير خرجت كما ذكرت ورضوا بعد ذلك كل فئات الشعب ما في ذلك الشباب والذين انضموا الى الثوره والى ساحات الثوره من مختلف الاحزاب اتفقوا بعد ذلك على ان يكون هناك حل مرضي للجميع متمثل في المبادره الخليجيه في وقتها وانطلق الناس بعدها الى حوار وطني خرجوا باهم وثيقه وهي وثيقه الحوار الوطني المتمثله في مخرجات الحوار وفي الوقت الذي بدات هذه الدوله تتشكل وتتكون وهو الدوله التي تمثل حلم اليمنيين انقضوا اصحاب الثوره المضاده من السلاليين الاماميين المتربصين بالجمهوريه في كل مراحلها مع بالتعاون مع للاسف الشديد مع الذين منحتهم ثوره فبراير الحصانه وعدم المساءله ورعت لهم كل وصانت لهم أعراضهم وكرامتهم لم يأتي منهم إلا أن يتحالفوا مع الحوثيين وانقضوا على هذه على هذا الأمل وعلى هذا الحلم بهذا الانقلاب المشؤوم الذي نحن اليوم في جولة من جولات الصراع بعد الجولة السلمية نستعيد من خلال الكفاح المسلح الدولة الـ ومؤسساتها التي انقلب عليها الحوثي ونحن ماضون في استرجاع دولتنا والقضاء على الانقلاب باذن الله. نعم. اذا سيدة العقيد يعني هناك من يقول بان الانقلاب جاء بهدف الانقلاب على او يعني ضد تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، ما رايك؟ لا شك ان الاماميين الحوثيين هم لا يريدون ان تكون هناك دوله تقوم على اسس ديمقراطيه ولا يمكن ان يقبلوا بهذه لانهم يدعون ان لهم الحق الالهي في حكم هذا الشعب فانقلابهم على مخرجات الحوار الوطني وانقلابهم على الجمهوريه لانه لا يمكن ان يبقوا ويبقى مشروعهم وقائم طالما أن هناك دولة سوف تقوم وفق أسس ديمقراطية وفق ما أخرج مخرجات الحوار الوطني فانقلبوا بالتعاون مع حلفائهم في نظام علي عبد الله صالح أو عصابة علي عبد الله صالح انقلبوا على هذه الثورة الحوثيين لهم أهدافهم السلالية وأهدافهم العودة إلى النظام ما قبل 26 سبتمبر وللأسف الشديد علي عبد الله صالح و ومن معه كانوا هدفهم الانتقام من هذا الشعب الذي خرج في الساحات و.. واجبرهم على ان ان يخرجوا من الـ من, الـ من الرحيل من الحكم فالحوثيين هذا مبدا عندهم من, 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 من منذ ان مكنهم على عبد الله الصالح في اروقه المؤسسات الدوله من قبل فبراير هو أن يقضوا على مفهوم الدولة وأن يعيدوا النظام الإمامي الكهنوتي الظلامي من جديد نعم إذا ما حدث في فبراير سيادة العقيد هناك من يجتزئ المرحلة الانتقالية ويقصها من التاريخ وينقلنا فورا الى الانقلاب وكان ثوره فبراير هي من تسببت بهذا الانقلاب ناسين او متناسين ان البلد ظلت خلال عامين الدولار لم يتغير سعره، الرواتب يعني كانت تسلم، كان هناك مؤتمر الحوار ما حدث بعد ذلك، بعد الانقلاب هو الذي أحدث كل هذا الانهيار في البلاد، لما برأيك يتم القفز على تلك المرحلة الانتقالية وتحميل فبراير ما حدث للبلاد؟ حينما تشكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوه وكانت هناك حكومة شراكة من مختلف أحزاب الأحزاب اليمنية كما ذكرت وظفت الكثير من أبناء من طالبي التوظيف ما يزيد على مئة ألف موظف في السلك المدني والسلك العسكري العملة لم ترتفع عن 214 ريال أمام الدولار بدأت حركة التنمية آه وعجلة التنمية في الـ في الـ في النمو. آه شك يعني تشكل امن و و واستقرار ورغم انهم سلموا للحكومه دوله فاضيه وبنك خالي من, الـ من الـ الا انهم استطاعوا ان يوجدوا دوله وخرجت ثوره فبراير بهذه الحكومه وخرجت بحوار وطني ضم كل فئات الشعب وتحاوروا وخرجوا اهم وثيقه في تاريخ اليمن وهو وثيقه الحوار الى اليوم الذي كانوا قد سوف تسلم مسوده الدستور لدعوه الشعب للاستفتاء قام الانقلابيين من الحوثيين وحلفائهم بالانقلاب على كل هذه على كل على هذه الحكومه وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى كل شيء جميل كانت قد بدات ثوره فبراير والتي تمثل هذه الحكومه وال المشكلة ومخرجات الحوار الوطني ثمرة من ثمرات فبراير الذين يتحملوا مسؤولية ما حدث في هذا في إراقة الدماء ومن تشريد للشعب اليمني وتهجير ومن قتل ومن هتك للأعراض هم الإنقلابيين الذين انقلبوا على فبراير وحولوها من ثورة أخلاقية وثورة اكتدت بها كل شعوب العالم وشهدوا على طهارتها ونظافتها ثم ما كان من الحوثيين وحلفائهم الا ان انقلبوا على هذا كله في الوقت الذي كان الشعب قد بدا بتشكيل دولته الدوله التي كان كنا نحلم منها جميعا والتي اعادت هذه ثمار فبراير الاعتبار لسبتمبر ولاكتوبر وهذا اغاض الانقلابيين من الحوثيين وحلفائهم فانقلبوا على كل شيء هذا ما, ما ما نحن في في مرحلة الـ الـ اليوم نـ 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 نقاتل ونعمل على اجتثاث المشروع السلالي المدعوم من ايران من اجل العودة الى ما قبل 21 سبتمبر عام 2014. نعم اذا اسمح لنا سيادة العقيدة ان تنضم معنا الصحفية بشرة العامري والناشطة السياسية من الرياض عبر الهاتف مساء الخير استاذة بشرة. مساء الخير اختي ومساء آه الخير لجميع المشاهدين، مساءكم فبراير، مساءكم حريه، مساءكم ثوره، مساءكم نصر ان شاء الله سيتحقق قريبا او عالجما. باذن تعالى فبراير مجيد وكل عام وانت بخير استاذه بشرى و... وانت بخير وجميع المشاهدين وضيوفك ان شاء الله. اهلا بك. آه اذا كيف يمكن الرد استاذه بشرى على السؤال الذي دائما ما يتكرر كل عام آه ان الثوره هي الفاعل الاساس الذي نتج عنه كل هذا الخراب في البلاد للأسف يركن من يردد هذا السؤال على أن ذاكرة الآخرين مثقوبة لكن ما زال الجميع يتذكر أن هناك خلط بين ثوره 11 فبراير المجيده وبين انقلاب 21 سبتمبر بينما بين نتائج ساحه الحريه في تعز وساحه التغيير في صنعاء وبين نتائج ميدان السبعين في صنعاء ما نحن نعيشه اليوم هو نتيجه الثوره المضاده المسيرات المضاده التي كانت تقمع ثورة 11 فبراير من من مسيرات مضادة ومن خروج لأشخاص متابعين للنظام الذي حاول جاهدا قمع الثورة ما نعانيه اليوم هو نتائج اضطهاد النظام السابق لثورة 11 فبراير كل ما كل هذه الارهاصات هي يحاولون زجها او يحاولون تحميلها على ثوره فبراير ولكن لو نظرنا الى النتائج الايجابيه فيكفي فبراير انه اسقط مشروع التوريد اسقط منظومه الفساد التي كانت قائمه على راس النظام حينها اسقط اصناما كثيره كنا نعتقد انها لن تزول كنا نعتقد ان ان البلد ستذهب الى غير رجعه في ملفات كثيره نعم اذا ابقي معنا استاذه بوشا ساعود اليك استاذ عنتر يعني ربما تحدثت الاستاذه بوشا عن مساله ظن الاخرين ان لدى الناس ذاكره مثقوبه ويعملون على هذا الاساس ويحاولون تحميل ثوره فبراير ما لا تحتمله يعني برايك كيف يمكن تفكيك هذه القناعات التي تذهب الى ربط كل الاخفاقات التي حدثت الى بثوره فبراير اولا يجب ان يعلم الشعب وهؤلاء الذين يعتقدوا انهم يعني يردوا ولا يردون ما حدث الى ثوره فبراير هم ناس قله وتضرروا تضرروا بفقدان مصالحهم بعد زوال النظام التوريث الذي نظام علي عبد الله صالح كما كان يدعي من عاصر ثوره 26 سبتمبر انها جاءت بالتخريب وانها جاءت بال بال بالظلم وجعة الفساد وهؤلاء من من كانوا من انصار الائمه في السابق لا يمكن ان يقتنع من قامت عليهم الثوره باهداف ثوره سبتمبر واهداف ثوره فبراير لكن البسطاء من ابناء الشعب الذين يتاثروا باعلام بل الاعلام الذي يدعي ان هذا التخريب من ثوره فبراير يجب عليهم اليوم ان يعلموا ان يدركوا ان ثوره فبراير هي الثوره النظيفه الطاهره التي لم تسفك دما ولم تفجر بيتا ولم تهجر الملايين من ابناء الشعب وان هذا التخريب الذي حدث هو من اثار الثوره المضاده الذي قام بها الحوثيون ونظام صالح هذا التخريب قام على اساس انهم يقضوا على حلم هذا الشعب في ايجاد الدولة التي تصون حقوق الناس وتعطيهم حقوقهم ويتساوى فيها الجميع ويعيش الناس كلهم تحت مظله النظام والقانون في دولة اتحاديه تضمن للناس حق المشاركه في السلطه والمشاركه في الثروه فأعتقد أن الشعب اليمني بدأ يعي والدليل على أنهم اليوم لا يطيقون الحوثي ولا يطيقون الذين قاموا معه وما الانضمامات من الأخوة في المؤتمر الشعبي العام الذين أحدثوا مراجعة وتواصلوا معنا بشكل يومي إلا دليل على أنهم قد رجعوا ونحن نتوجه من خلال قناتكم هذا إلى أننا هذه الخلافات الماضية نتركها وراء ظهورنا ونلتحم جميعا للقضاء على المشروع السلالي المدعوم من ايران. نعم، اذا نسمح لنا سياده العقيد ان نعود لضيفتنا عبر الهاتف الاستاذه بشرة. السيدة بشرة يعني هناك من يتساءل ايضا لماذا الثوره الان مصابه بحاله جمود؟ اين الثوره مما يحدث في البلد؟ أه الثورة اليمينية 13 فبراير مثلها كمثل الثورات الأخرى تمر بمراحل تكون في عز وهجها وقوتها تثور ضد الظلم ضد النظام القمعي ثم يصادفها كأي ثورات محاولات لإخمادها محاولات حرف مسارها وهي إرهاصات تمر بها ثم تعود إلى جذوتها ما أن تتخلص من هذه الإرهاصات ثورة 11 فبراير هي مرت بمرحلة سياسية حاولت أن أن تخرج من ال- 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 الوضع الجماهيري الغاضب أن, ان 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 تشتبه مسار سياسي. المسار السياسي وصل الى طريق كان سينجو بهذه الثوره عبر الحوار الوطني وعبر المبادره الخليجيه، لكن للاسف جاءت جاء انقلاب 21 سبتمبر ليحفظ مسار مسار الثوره ومسار ما حققته من انجازات. اليوم الثوره ما زالت متواصله لشبابها الذين انخرطوا في الجبهات لمواجهه لمجابهه الحوثي ومجابهه من هم ضد ما خرجت اليه وما افضت اليه ثوره فبراير واعتقد ان هذا لا يعني ان الثوره اخمدت بالعكس الثوره الان هي في في حاله مجابهه للانقلاب ومجابهه للفكر الحوثي وللنظام الذي يريد ان يفرضه آه واعتقد حينما تنتهي هذه الحرب وحينما يتم الانتصار عليه سيتم عوده آه المسار السياسي الذي اتخذته وانتهجته ثوره فبراير وشبابها. نعم، اذا استاذه بشرى يعني هناك سؤال جوهري دائما ما يطرح على شباب الثوره والتي مرت بتقلبات عديده كما تفضلتي وبمراحل مختلفه، يعني هل كان بالامكان افضل مما كان ام ان التسويه التي حدثت بالمبادره الخليجيه هي كانت المخرج الحقيقي للثوره؟ أه دعيني اقول لك كان شباب الثوره هم لديهم مطالب او خطوط عريضه أه اسقاط نظام فاسد أه الغاء مشروع توريث أه تحقيق ما تحقيق أه اهداف 26 سبتمبر لكن لم تكن هناك رؤيه واضحه أه بخطوات عمليه كيف سيتم أه احداث ذلك فجاءت جاء الحوار الوطني لحل جميع هذه المشاكل المبادره الخارجيه حاولت ان توجد تسويه سياسيه لارضاء جميع الاطراف فبالتالي كان الشباب في ان يعني ان يجتمع الجميع ان يتفق الفرقاء على خطوات عمليه وكانوا يرافقون كل هذه الخطوات بموافقه او رفض او تنازلات، لكن وصلت الى مرحله نعتقد انها ناجحه او نعتقد انها بدايه طريق لتحقيق يمن جديد لدستور جديد يضمن العداله، المساواه، يضمن كل حقوق المواطن، يضمن حتى لرؤيه مستقبليه افضل مما كانت عليه، لكن لكن الفرقاء للاسف بعض الاطراف النظام السابق ايضا لم يكن يريد لليمن ان ينتقل الى هذه المرحله لانه يعلم انه سيخسر كل مصالحه فيها فبالتالي لجأ الى دعم ميليشيا الحوثي والى عمل انقلاب على كل هذه المنجزات حتى وان كانت تعتبر ضئيله وبدايه طريق ليس الا نعم إذن الصحفية والناشطة السياسية بشرى العامري شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف من الرياض وعودة إليك سيادة العقيد عنتر الآن سيادة العقيد في ظل انسداد الأفق أربع سنوات من الحرب الانقلاب باقي التحالف انشغل بأمور أخرى غير التحرير أصبح مركزا في شبوة وعدن والساحل الجنوبي ويعني برأيك ما هي المسؤولية الوطنية والتاريخية التي على ثوار فبراير وقواها وأيضا الأحزاب التي ساندت الثورة من كل ما يحدث اليوم في اليمن أولا أريد أن أقول بخصوص هذا الموضوع قضية الأربع سنوات أو أكثر أو أقل نحن نؤكد لشعبنا اليمني أننا ماضون ولا يمكن أن يهدأ لنا بال مهما كانت التضحيات إلا حينما يتم القضاء على المشروع الإمامي السلالي الفارسي ونرى دولة مدنية دولة العدل والمواطنة المتساوية هذا الأمر يطول أربع سنوات خمس سنوات مهما كان يعني هذه ثورة والثورات لها يعني لا تقاس بزمن محدد أو سنة أو سنة أو ثلاث ما يخص التحالف ودول الخليج عموما نحن ندعوهم إلى إعادة تقييم مصفوفة الأهداف التي جاء التحالف من أجلها هذا التحالف الذي جاء بقيادة المملكة العربية السعودية ونحن نشكرهم على ما قدموه ومن دعم من أجل استعادة الدولة وتحرير اليمن لكننا نطلب منهم ايضا ان يعيدوا تقييم التقييم الحقيقي والتقييم الذي هو يصب في مصلحه الشعب ويصب في مصلحه اعاده الدوله وتحرير البلد. كل دول الخليج فاذا كانت هناك يعني بعض الاضرار من هذه الدوله فهناك اضرار ايضا يعني لا لا نبرئ احدا هناك من من يضر في القضية اليمنية من خلال وسائل الإعلام ومن خلال دعمه للمنظمات الحقوقية في في صنعاء التي يستخدمها الحوثي وهناك من ينحرف بالبوصلة جاء من أجل أن يحرر اليمن فإذا به يعني يدعم ميليشيات خارج مظلة الشرعية نريد أن يعيدوا تقييم هذا الدعم وتقييم التحالف نشكر جزيلا المملكة العربية السعودية التي ما زالت على نفس المبدأ الذي جاءت من أول يوم وهو تحرير البلد وإعادة الدولة وإعادة السلطة والقضاء على الإنقلاب ونؤكد نؤكد أن شباب ثورة فبراير ماضون وهم اليوم في كل جبهات اليمن في جبالها وسهولها يسطرون أروع الملاحم ولا يمكن أن ييأسوا ولا يمكن أنهم يستسلموا أو أنهم يعني حتى لو ادى الامر الى ان نقاتل هذا الانقلاب بايدينا وبسلاحنا على الابيض على الانقلابيين ان يعلموا جيدا انه لا بقاء لهم في هذه في هذه الارض وليعودوا الى كهوفهم التي جاءوا منها بل ان هذه الكهوف التي في صنعاء في صعده هي ملك للجمهوريه اليمنية عليهم ان يعودوا من حيث ما جاؤوا من قبل مئات السنين ان يعودوا الى ما ان احنا نتاكد لنا ونتاكد للشعب ان هؤلاء لا يمكن ان يتعايشوا مع احد. نعم. اذا سياده العقيد ربما سؤال علينا ان نضعه في كل عام نحتفل فيه في بفبراير وهو اين اخطات الثوره واين اصابت؟ ما من ثوره قامت على وجه الارض الا ولها اخطاء ولها يعني ايجابيات لا. وهو عمل بشري يحمل اخطاء من هذه الاخطاء اننا سمحنا لاولئك الشرذمه القذره ان تدخل ساحه التغيير المتمثل فيما يسمى كان يسمى بشباب الصمود الذين ما كانوا يوما ونحن في الساحه ما كانوا يوما ابدا في صف الثوره لم يشاركوا في اي مسيره ولم يشاركون في الصلوات الجمعه الجمعه في الستين إنما كان لهم برنامج خاص بهم اتضح فيما بعد أنهم لم يأتوا من أجل إسقاط النظام إنما جاءوا من, إسقاض من أجل إسقاط النظام الجمهوري برمته وكانوا عبارة عن متسللين ومخترقين بالتنسيق مع من كانوا من الجناح الإمامي الذي يحتضنهم صالح منسقين من أجل القضاء على الدولة والقضاء على مؤسساتها ولم يأتوا من أجل بناء دولة هذا انا اعتبره من الاخطاء الخطا الذي اقترفها اللقاء المشترك ليس الخطا فقط الذي اقترفها المؤتمر الشعبي بتحالف فيما بعد مع الحوثيين وانقلبوا على ثورة فبراير وانقلبوا على الدولة وانقلبوا على نظام الجمهوري إنما اللقاء المشترك أيضا كان له أخطاء هو أن قبل بحزب الحق وباتحاد القوى الشعبية وببعض الإماميين في أحزابه الذين طعنوه من الظهر والذين تضرر تضررت منهم الثورة كما تضررت من الإمامين الذين كانوا في صف علي عبد الله الصالح ألا تجد أيضا أن القبول بالحوثيين في مؤتمر الحوار وهم يحملون السلاح ويهددون الدولة منطقة تلو الأخرى كان أيضا من الأخطاء الذي تمت في تلك الفترة في نظرنا نعم، نحن في نظر شباب الثورة وفي نظر وفي نظر الناس الذين يعرفون حقيقة هذه الحركة وهذه الجماعة أنه كان خطأ فادحا، نعم. لكن للسياسيين نظرتهم كانوا يعتقدوا أنهم سيجرون الحوثيين إلى العمل السياسي وإلى أنهم يكونوا يكونوا حزب سياسي وكنا نؤكد لهم أن هذه الأيادي التي تحاور معهم هي أيادي أخرى على الزينات كانت تقتل في في صعده، كانت تقتل في كشر، كانت تقتل في الجوف ومنذ اليوم الاول لقد فهم شباب الثوره هذه الابعاد ونحن عاصرنا هذه 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 المرحله كان هناك منا من يبقى في ساحه الثوره ومنا من كان يذهب ليدافع عن الجمهوريه في الجوف ويدافع عن الجمهوريه في حجور ويدافع عن الجمهوريه في في حاشد ويدافع عن الجمهوريه في عمران. وحينما كان البعض للاسف الشديد لم يعي ولم يفهم ما هي حقيقه هذه الجماعه وهذه الحركه التي كنا نحذر منها، نعم هذه من الاخطاء التي حكومة الوفاق او حكومة المرحلة الانتقالية التي وقعت فيها للاسف الشديد. نعم، إذا من خلال كلامك هل وللاسف نعم. ما زلنا ما زلنا نقع ما زلنا نقع في هذا الخطأ حينما نحاورهم اليوم ونتفاوض معهم نعم. إذا يعني هل تجد أن الصوت السياسي ربما أكل نخبة الثوار في تلك الفترة وما زال حتى الآن؟ انا لا اقول ان السياسيين كانوا يعملون ضد الثوره انما كانت لهم اجتهاداتهم الخاطئه ومن لا. هذه الاجتهادات الخاطئه انهم رضوا بادخال الحوثيين في الحوار الوطني وما زال وما زالت الاجتهادات الخاطئه الى اليوم حينما يوافقوا على ان نضيل امد الحرب بهذا التفاوض وبهذا الحوار الذي لا يمكن ان يجدي، ومثلنا كمثل الذي يحدث في البحر، هذه جماعه لا تعرف الا السلاح ولا يمكن ان ان يعود اليمن الى وتعود الدوله الا الا ما اخذ بالقوه، لا يستعاد الا بالقوه. نعم اذا يعني مساله الحوار التي ينادى بها الان تجد انها يعني لا لا تؤدي الى حل ولا, هي ولا وليست بوابه حقيقيه للخروج باليمن مما هي فيه الان الحوار كمبدا اخلاقي نحن لسنا ضده لكن مع هذه الجماعه ومع هذه الحركه لا يمكن ان يصلنا الى 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 حل ولا يمكن ان نستعيد دوله بحوارنا مع الحوثيين على الاطلاق نعم إذا يعني نعلم تماما سيادة العقيد أن النظام السابق استخدم أسوأ ما لديه وربما كانت الثورة تستخدم أنقى ما لديها. النظام السابق كان يهدد بالحرب من طاقة لطاقة، كان يهدد بالصوملة، كان يهدد بالكثير من الأشياء التي ربما وصلناها وعشناها لحظة بلحظة. برأيك يعني هل كان القبول ايضا بوجوده دون محاسبه والقبول بحكومه مناصفه او حكومه وفاق وطني كانت النصف للمؤتمر تقريبا كان ايضا من الاخطاء التي تمت انا في اعتقادي ان هذا ليس من الاخطاء نعم نحن ك... يعني كثوره نظيفه تؤمن بان الشراكه للجميع لم يكن احنا لم يكن خلافنا مع مع المؤتمر الشعبي العام وليست مع من كانوا في كل نظامه كان خلافنا هو فقط في مساله التوريث وفي مساله ان هناك انقلاب على المشروع الوطني وتحويله الى مشروع عائلي اما بقيه اخواننا في الجهاز الحكومي في المؤتمر الشعبي العام من اعضاء مجلس نواب من اعضاء لم يكن بيننا وبينهم اي خلاف ونحن نسعى الى الى الشراكه وان هذا الوضع يتسع للجميع. ما يجب ان يفهمه الشعب اليوم هو ان ثوره فبراير مدت يدها و, و, و وتحولت من م م يعني م م تنازلت من من من, من بعض خطواتها الثوريه الى ان اصبح هناك حلا سياسيا يضم الجميع رغم ان نحن صنعنا هذا الا ان علي عبد الله الصالح للاسف الشديد بتحالفه مع الحوثيين هدم المعبد كما كان يهدد وكما كان يقول انه سيخلي حرب من ضاقه الى ضاقه وانه سيهدم المعبد على رؤوس الجميع وهذا ما ما نال بعد ذلك جزاءه الذي يستحقه وهو اليوم يعني نسال الله عز وجل ان يعني, يعني يعيد اخواننا في المؤتمر الشعبي العام الى حظير الشرعيه وان نكون جميعا يدا واحده نلتف حول حول المشروع الوطني وحول الشرعيه من اجل ان نستعيد دولتنا ونستعيد وطننا الذي تم الانقلاب عليه. نعم اذا اسالك ايضا سياده العقيد برايك ما هي المفاهيم التي رسختها الثوره في اذهان الناس؟ الثوره رسخت مفاهيم كثيره وانا ادعو الى ان توثق تلك المرحله وتدرس للاجيال لقد ازالت وتجاوزت كل العنصريات وتجاوزت كل الخلافات وجمعت الشعب في ساحه واحده وقضت على الطبقيه ورسخت اخلاق ومفاهيم السلميه والنضال السلمي وان الطريق الاسلم الى أن يكون هناك دولة للجميع هو بالعمل السلمي ووفق خطوات الثورات السلمية لكن أعداء الثورات هم من من انقلبوا على هذه المفاهيم المفاهيم الجميلة التي أحبها الشعب والتي فاخر بها أمام العالم إن كان من شيء نفاخر به ويفاخر الشعب اليمني هو أن هذا الشعب المسلح الذي يمتلك ملايين البضع من السلاح خرج سلميا من أجل أن يوجد دولة التي اختطفت منه نعم إذن شكرا جزيلا لك سيادة العقيد عنتر الذيفاني كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب وينضم معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن السيد أحمد جعفان الصبيح الناشط السياسي مساء الخير أستاذ أحمد إذا وأسألك بداية آه أن البعض يتهم فبراير أنها من أوصلت البلد إلى هذا الوضع هل تجد أن فبراير هي فعلا تتحمل آه مسؤولية ذلك؟ <applause> أستاذ أحمد هل تسمعني؟ <applause> نعم الآن نعم أسمعك نعم، آه لم تسمع سؤالي. لا لم أسمع نعم، إذا آه أسألك يعني أن هناك من يتهم آه فبراير أنها هي المتسببة بكل ما حدث آه للبلاد، آه ما رأيك أنت؟ آه بسم الله الرحمن الرحيم، آه تحية لكم ولجميع المشاهدين. آه في الحقيقة قبل البدء آه عن الحديث في هذا الموضوع، علينا أولا أن نعزل بين امرين. لا. نعزل بين الثوره كقيمه مجرده وهذا الامر الاول، الامر الثاني يعني نتحدث عن نتحدث عن الثوره بمعزل عن مآلاتها. لا. فالحديث عن ثوره فبراير يعني حديث طويل. ويمكننا ان نقول فيه انه يعني هو تجسيد العمليه الابرز لاراده الانسان الذي يتوق الى الحريه والتجلي الاعمق يعني الفعل الجماهيري والوعي الجماعي بالذات الوطنيه وبالتالي نحن حينما نتحدث عن ثوره فبراير نتحدث عن هذه القيمه الكبيرة التي يجب ان تتمثل في كل الاجيال القادمه في الطريق نحو بناء الدوله. اما الحديث عن الصوت اما الحديث عن مآلات الثورة فيعني هو حديث ربما يقودنا الى المشكلات التي ظهرت يعني كنتيجه لكل الاسباب التاريخيه القديمه منذ ثورة سبتمبر وأكتوبر في منتصف الستينات نعم، إذا أستاذ أحمد يعني الآن انقلاب وتدخل خارجي أصبحت له مطامع في موارد وسيادة البلد. لا تسمعني أستاذ أحمد؟ يبدو أن الصوت لا يصل إليك جيدا، أستاذ أحمد هل تسمعني الآن؟ اعيد السؤال لو سمحت نعم اذا حدث الانقلاب وتدخل خارجي ايضا اصبحت لهم مطامع في موارد وسياده البلد برايك ما هو دور ثوار وكيانات فبراير من هذا المشهد المعقد حاليا كما قلنا في البدايه الاساس الذي يجب ان ننطلق منه ان الثوره قيمه مجرده وعظيمه ينبغي ان لا نحملها المسؤوليه يعني التي ترتبت على كل هذه المآلات المرتبطه اصلا باسباب موضوعيه واسباب بنيويه يعني تمس يعني هي متجذره في النظام السياسي وكل المشاريع السلطويه التي قامت يعني بعد ثورات سبتمبر وأكتوبر ولم ترقى إلى مستوى المشروع الوطني ومشروع الدولة الكافلة يعني لكل حقوق المواطنين وبالتالي هذه التحديات التي ظهرت يعني هي ترتبط يعني ترتبط بكل هذه الاشكالات الموجوده في يعني النظام في بنيه النظام السياسي والفشل يعني المشاريع السلطويه في الاقتراب من مشروع الدوله وبالتالي هذا الموقع الجغرافي الفريد في بلادنا اليمنيه هو يستدعي بشكل او باخر تدخلات اجنبيه كثيره نتيجه للموقع الاستراتيجي الهام الذي تطل عليه اليمن على طريق التجاره الدوليه وعدم قدره النظام كل الانظمه السياسيه التي قامت يعني في شمال او الجنوب قبل 91 او ما بعدها في تمثيل هذا الموقع الجغرافي بما يعني تمثيله بقوه قوه النظام السياسي الذي يجب ان يلعب دورا يوازي وهذا المجال الجغرافي الحيوي والهام الذي كما قلنا يستدعي تدخلات خارجيه عندما يعني تصبح يعني الجغرافيا عباره عن غنيمه يعني غنيمه لكل من اراد ان ينقض عليها اذا لم يكن ثمه نظام وحكومه ودوله تحميها، وبالتالي هذه الاشكالات كلها اليوم هي بمثابه التحدي الابرز امام ثوره فبراير وامام الاحزاب السياسيه وامام مختلف يعني فئات الشعب اليمني ويعني والشرعيه على وجه الخصوص في ان فعلا تدرس هذه التحديات وتستجيب لها استجابه حقيقيه بما يعني يوازي كل هذه التحديات ويوجد الرؤيه لحلها والخروج ايضا باقل الخسائر واكبر يعني هذه الخسائر طبعا هو الانتقاص من السياده التي يعني هي الان التحدي الابرز فنحن طبعا نحن نعرف اليوم انه يعني ال يعني حينما نحن يعني قمنا هذه الثوره المباركه في 2011 آه لم يكن آه هناك الوعي الكافي بكل هذه التحديات التي ستطفو على السطح، وبالتالي لم يكن هناك يعني ادوات لاحتواء هذه آه المشكلات والتعامل معها، نحن نعرف انه حينما قامت آه الثوره ربما يعني هدمت نصف آه النظام آه نظام آه يعني صالح العائلي، وبقي آه النصف الاخر وهذا النصف الاخر تحالف مع آه النصف الاخر الذي انشق ايضا من داخل آه الثوره وهو تسلل الى داخل الثوره المتمثل في حركه الحوثيين المسلحه واتحد في هذا الثنائي الشرير وانقلب على الدوله وكان الخطر الابرز ان يعني كل التضحيات التي مرت يعني التي يعني قدمها الشعب اليمني منذ ثوره سبتمبر واكتوبر والتي ورثها نظام صالح يعني حينما ثرنا نحن على النظام اكتشفنا انه لم يكن ثمه نظام ولكن كانت هناك عصابات كان هناك اقطاع سياسي مجرد ما ثار الشعب عليه ليطالب بحريته وحقوقه تحالف مع النصف الاخر المتمرد على الدوله المتمثل في حركه الحوثيين المسلحه ومكن لهؤلاء الناس الذين يعني يعني لا لا يفهمون عن الدوله شيئا انما يعني يرون الدوله بعين الغنيمه وبالتالي الذي حدث هنا هو كان كارثة كبيرة جدا أن هذا يعني النظام الإداري والحزب يعني الحزب الذي كان يعني يتسلط على يعني مقاليد الدولة في اليمن شمالا وجنوبا سلم كل هذه مقاليد الدولة كلها إلى هذه العصابة التي يعني فعلا الآن أصبحت عبارة عن عاهة مستديمة أمام لا. الشعب اليمني ويعني ويعني فتحت الباب واسعا على كل الأخطار التي جاءتنا من سواء على المستوى الإقليمي أو أيضاً على المستوى الدولي وبالتالي نحن اليوم أمام تحديات يعني مركبة وكبيرة جدا تستدعي من كل ثوار فبراير الذين يعني آه نعم اذا يعني استاذ احمد للاسف الثمان السنوات التي مضت من عمر الثوره قد نعم ربما يعني آه يعني استطاعوا آه ان يلموا بكل هذه التحديات ويقرؤوا الواقع نعم شكرا شكرا جزيلا لك استاذ احمد والدولي والان هم ينظرون بعين يعني بعين أستاذ احمد شكرا جزيلا لك لم يعد لدي المزيد آه يعني من الوقت احمد جعفان الصبيحي و نعم يعني اتمنى انك تسمعني الان استاذ احمد مرحلة يعني الانطباعات السريعه ومرحله الحماس المؤقت الذي كان يعني عبرنا نعم عنه في لحظه من لحظات التاريخ وكان يعني مفيدا في وقته لكن حاليا المساله اعمق واكبر وتحتاج الى نظره اعمق واكبر وبالتالي تحميل ثوره نعم للاسف اليوم الشديد استاذ احمد لم يعد لدي المزيد من الوقت شكرا جزيلا لك استاذ احمد جعفان الصبيحي الناشط السياسي انتهى وقت الحلقه كنتم معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من عدن اشكركم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم والان نلتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه